نرحب بضيفنا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي أحمد المهداوي. أهلا بك معنا سيد أحمد إلى سكانيوز عربية. ويليامز وصفت الحوار الذي امتد على مدى أسبوع بأنه كان ناجحا، علما أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول السلطة التنفيذية. كيف تقيمون هذا الحوار؟ وإلى ما تعزو أيضا عدم التمكن من الاتفاق حول هذه السلطة؟ هل كان في خلافات باعتقادك حول الأسماء أم الآلية؟ نعم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بك. هو ما حدث سيدتي هو نحن يمكننا نطلق عليه اخفاق اللحظه الاخيره. يعني السيده ستيفاني لم تتوقع ان يحصل هذا الاخفاق في منتدى تونس، خصوصا وان عولت كثيرا على ان هذا الحوار سينجح. ولاحظنا احنا بدايه هذا الحوار قالتها السيدة ستيفاني صراحة، قالت لا أقبل بشيء غير نجاح هذا المنتدى. ولكن عندما نرى المخرجات لا نرى نجاح للسيدة ستيفاني، غير أنها أعلنت فقط عن موعد لانتخابات يوم 24 ديسمبر، وكما قلنا سابقا هو تاريخ عادي، هل سينجح أو لا ينجح هذا متروك ومرهون بالأيام القادمة. ولكن بمجمل الحديث أن كان من المتوقع على السيدة ستيفاني أن تؤجل يومان أو ثلاثة أيام، لكن عندما خرجت في المؤتمر الصحفي بالأمس أثبتت للجميع بأنها أخفقت بأن تجمع وفاق عام أو أن تحاول أن تقنع الجميع بخروج بخارطة الطريق، وهي اللي كانت أكثر إصرارا على أن يكون هناك مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة. ما حدث بأن تغول الإخوان المسلمين، ويعني نحن نتكلم عن ما يفوق 40 مقعد من 75 هي للإخوان المسلمين، ورغبة هذا التنظيم في السيطرة على السلطة التنظيمية والمجلس الرئاسي الجديد، ويعني ووقوف التيار المدني ضد هذا التيار الإسلامي هو ما أفشل الحوار. طب من يتحمل المسؤولية سيد أحمد؟ لم تكن هي من قامت باختيار الأسماء، علما بأنها بطبيعة الحال قالت أنه ستعين موعدا جديدا للمشاورات الأسبوع المقبل لأنه الوقت لم يكن كافيا. هل هي فعليا مسألة وقت، أو كما تحدثت حضرتك مسألة أيضا يعني تجاذبات بالنسبة للخلاف الذي حصل بالنسبة للمشاركين وتمثيلهم؟ لا، ليس مسألة وقت سيدتي، هو يعني لا يختلف منتدى تونس عن السخيرات، هم جلسوا في السخيرات وخرجوا بخارطة الطريق. ولكن المشكلة هي في اختيارات السيدة ستيفاني، منذ البداية كانت اختيارات خاطئة، وقلنا هذا الكلام، قلنا لأن السيدة ستيفاني ليس من حقها أن تفرض على الليبيين من يمثلهم في الحوار، وهي كما قالت يعني مشاكل 10 سنوات لا يمكن حلها في أسبوع، يمكن أن نقول لها مشاكل 10 سنوات لا يمكن لهؤلاء 75 أن يقوموا بحلها. هو كان الأجدر بالسيدة ستيفاني أن تقوم أو أن تنزل للقاعدة الشعبية، أن تحاور من هم أصحاب القرار الحقيقي، أن تنزل للشارع ترى مشاكله ترى أزماته، ليس هؤلاء من يمثلون الشارع الليبي. وقلنا هذا الكلام، وقلنا أن هؤلاء لا يملكون ثقل لا فكري ولا حتى اجتماعي يمكنهم أن يؤثروا فيه بما سبق. هي خدمت تنظيم الإخوان المسلمين، أعطت فرصة لفايز السراج أن يبقى، وأعطت فرصة أيضا لتركيا وقطر المستفيدتان من حالة الفوضى الموجودة والميليشيات. هي يعني بمجمل عام قد نرى أو قد نعتقد بأن هناك إشارة دولية بإيقاف هذه المشاورات بعد هذا الإخفاق، ولا ندري ما الذي تسعى إليه ستيفاني. ولكن في مجمل الكلام إنها لو كانت فعلا جادة في حل الأزمة الليبية كانت الأجدر بها أن تعطي المسار العسكري وقته كامل حتى ينجز ما تم الاتفاق عليه، ومن ثم يذهب إلى المسار السياسي حتى لا يكون هناك خلافات وتكون الأرضية مواتية لأي اتفاق سياسي. طب سيد أحمد، اليوم كما تحدثت حضرتك يعني يمكن المناخ الإقليمي والدولي، على علما أنه هي خلال الأسبوع الماضي كانت تحاول إشاعة أجواء إيجابية مع كل التكتم الذي كان محيطا بهذه الجلسات، هل في مخاوف أنه يخفت لربما هذا الزخم الذي ترافق مع كل التحفظات على ما جرى داخل هذه الجلسات؟ كان في زخم دولي وإقليمي وتعويل فعليا على أي مخرجات، كان في أمال معلقة، هل في مخاوف أنه يخفت هذا الزخم والقرار أو الإرادة الدولية؟ لا، هو شوف سيدتي المخاوف كانت يعني الأجواء كانت إيجابية إلى أن دخل المال السياسي الفاسد داخل أروقة هذه اللجنة، وأصبح هناك بورصة عالمية للأصوات داخل، يعني ارتفعت المبالغ 200,000 700,000 إلى 1,000,000. يعني هو ما أفسد المشهد السياسي في 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 داخل أروقة هذا المنتدى، وهو ما أفقد يعني الزخم الدولي. الكل عول على خروج مجلس رئاسي جديد أو
حكومة جديدة، ولكن في ظل تهاون البعثة الأممية يعني وجود أشخاص لا يحق لهم أن يكونوا متواجدين في 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 نطاق لجنة الحوار، سواء كان من المخابرات التركية أو أشخاص محسوبين على تيارات معينة في ليبيا، وحاولوا الترويج لأشخاص بعينهم. وأيضا ما حدث بالأمس، الخلاف اللي حدث بالأمس في جلسة ما بعد الغداء، هو عن التصويت اللي حدث على من يتولى المناصب. يعني كان هناك رفض واضح جدا ومحاولة للتخريب وإفساد المشهد من قبل الإخوان المسلمين، لأنهم أيقنوا بأنهم سيكونوا خارج المشهد السياسي. سيد أحمد، تفضل بالبقاء معي فقط لكي ننوه بهذا الخبر. أيضا من ليبيا، يبدو أنه اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم 5+5 ستستأنف اليوم محادثاتها بشأن إعادة تشكيل حرس المنشآت النفطية، واجتمع ممثلين من حرس المنشآت النفطية من الشرق والغرب والمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة البريقة الليبية. تطورات طبعا على المستوى العسكري في استكمال طبعا للمحادثات التي كانت انطلقت بالتزامن مع المسار السياسي في تونس. هل ترى أنه على المستوى العسكري، وتحديدا كما تابعنا منذ قليل في هذا القرار باستئناف المحادثات فيما يختص بحرس المنشآت النفطية، نرى تقدما لربما بخطى ثابتة أكثر بالنسبة أو بالمقارنة مع المستوى السياسي سيد أحمد؟ نعم سيدتي، هو كما قلنا يعني هنا يأتي دور الأشخاص يعني الذين نعول عليهم في المسار العسكري. الاختيار كان صحيح، الاختيار كان من قبل المؤسسات نفسها. يعني الجيش الليبي في شرق ليبيا أرسل مندوبين عنه، والسراج أنزل مندوبين عنه، كان من اختيار الليبيين وليس فرض من البعثة الأممية، ولم تختار هؤلاء الأشخاص. وكانت هناك النية والرغبة الجادة من الفريقين لإنهاء الصراع ووقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى فتح الطريق وعديد النقاط اللي تم الاتفاق عليها. وفعليا تم الاجتماع الآن داخل ليبيا لا خارجها. عندما نتكلم عن سيادة وطن وعن أمور تمس الأمن القومي، تم نقلها إلى داخل ليبيا، ورأينا من غدامس إلى سرت. الآن نتكلم عن بريغا، توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، الآن ستفتح الطريق الساحلي. يعني كلها جاءت بتسلسلية، يعني كل شيء يأتي متسلسل. لماذا؟ لوجود الرغبة الجادة لإنهاء هذا الاقتتال ووقف دائم لإطلاق النار. في كمرحلة ثانية نحن نتكلم عن تبادل الأسرى، الآن سيكون هناك تبادل الأسرى وانسحاب القوات المتقاتلة كل إلى تكنتها. يعني الأمر واضح أن المسار العسكري لو أعطي فرصته ويعني فترة الشهرين أو الثلاثة أشهر لأستكمل كافة البنود اللي تم الاتفاق عليها في جنيف وفي غدامس والآن في سرت وبريغا، ثم لذهبنا إلى الحوار إلى المنتدى السياسي لوجدناه أكثر إرياحية. يعني شكرا جزيلا لضيفنا من بنغازي الكاتب والباحث السياسي أحمد المهداوي.